أنا دلوقتي يا كابتن استقبل معاك محمد مطاوع الناقد الرياضي من استاد القاهرة. أستاذ محمد، طمنا بقى على الأجواء دلوقتي في استاد القاهرة. على كل متابعين حضرتك، بشكرك يعني جدا. عايز اقول لك يمكن انا كنت بتكلم مع زمايلنا دلوقتي ان احنا شايفين لوحه فنيه جميله ومشهد اكثر من رائع في استاد القاهره. يعني دي جمهور حقيقة. مصر لبى دعوه الجميع، لبى دعوه ان المنتخب محتاجه في ماتش زي النهارده، لبى دعوه محمد صلاح لما كتب على صفحاته على السوشيال ميديا انه محتاجينكم بكره. اللي تقريبا يعني انا بكلم حضرتك والمدرجات تكون ممتلئه عن اخرها الا حاجات بسيطه، ولسه الناس متدرجه بره بالالاف مستنيين يخشوا. يعني المنظر والمشهد والتنظيم حاجه اكثر من رائعه، يعني تكلل باذن الله النهارده بتوفيق لمنتخبنا يا ونحقق رب نتيجه ايجابيه قبل مباراه الثلاث ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. استاذ محمد، قول لي يعني حافله المنتخب وصلت ولا لسه؟ لا لسه ما وصلتش، بس يمكن انا بكلم حضرتك حالا لسه واصل طاقم التحكيم حالا، يعني قدامهم بيدخلوا الاستاد. لكن لسه حفله المنتخب بحسب معلوماتنا ان المنتخب المفروض هيكون على وصول الساعه 6 عشان يبداوا يعملوا احماءاتهم بعد وصولهم بشويه بعد المحاضره الاخيره ويبداوا ينزلوا للاحماء، يا لان رب. حتى الان ما وصلوش. طيب في اي اخبار عن التشكيل؟ لا برضو يعني برضو هو لسه ما فيش تشكيل وكلها تكهنات، في ناس بتقول لك في مفاجآت في التشكيل، في ناس بتقول لك ان الكابتن هي اسف كيروش. مستر كيروش هيشتغل بنفس الطريقه بتاعته 4 3 3، وفي ناس بتقول لك لا النهارده في تغيير على اساس قوه منتخب السنغال ويقدر يبقى في توازن دفاعي وهجومي. فلا حتى الان كلها مجرد اجتهادات اعلاميه وصحفيه، ولكن لسه التشكيل يعني انا بقول لحضرتك لسه المنتخب قدامه بالظبط يعني 50 دقيقه على الوصول لاستاد القاهره. انا بشكرك جدا جدا استاذ محمد مطوع ناقد رياضي من استاد القاهره الدولي. شجعوا، بصوا للنهايه من اول ثانيه لاخر ثانيه.